احنا اتقابلنا مع بعض بالصدفة مرة ومثلنا مع بعض مرة، ما مثلناش مع بعض قوي يعني، كنا في نفس العمل بس ما كانش لنا مشاهد مع بعض. وبعد كده اتعرفنا مع بعض احنا على بعض احنا لوحدنا، واتقابلنا بعد كده في فيستيفال برضو بس، وبدأت بقى من هناك القصة. انا مبسوطه انه انا هاني بحياتي وانه نحن مجوزين وهيك، ودائما الواحد بيتعلم قصص يعني، بيتعلم من البارتنر تبعه، بيتعلم ليظبط اشياء بحاله كمان، ودائما لازم يطور من حاله يعني. الحياه المشتركه مش سهله وحلوه بذات الوقت، فلازم ينتبه الواحد على الخطوه الثانيه كيف يخطي. للاسف لسه مفيش حاجه مشتركه هتجمعنا مع بعض، بس انا دلوقتي بحضر مزيكه فيلم ولمسلسل كتمثيل يعني، بس بحضر الالبوم وسط بلد جديد، وبحضر الحفله بتاعتي انا كسنجل ارتست، الحفله بتاعتي الاغاني اللي بغنيها لوحدي وبغنيها في الافلام وبغنيها بره وسط بلد، هعمل بيها حفله بشهر 11 او 11 ماركتنج بلان معموله انها نقول للناس ان انا ما بعدتش عن وسط البلد باي طريقه من الطرق، لان اصلا احنا مرتبطين ببعض، احنا عيله، فما ينفعش لا ابعد عنهم فنيا ولا حتى على المستوى الشخصي.